أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل ومنعك تأديب، وكل خير فمنك وحدك سبحانك. إلهي القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد أبو القاسم بالغورنة، مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. وقد جئنا بدعوة كريمة من الحاج محمد قاسم حطب. أيها الأحباب، نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء تمسسه نار نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على Thank you.
نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبق له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله
تبقى الكلمة مسجلها ولا لا؟ لا خلاص يبقى تحت.